ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أوردت وسائل إعلام جزائرية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تقدم بأوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية لولاية خامسة في تحدي لاحتجاجات الشارع. وقالت وكالة رويترز نقلا عن تلفزيون النهار الجزائري أن بوتفليقة قدم أوراقه للترشح لمنصب الرئاسة. ونقل تلفزيون النهار الجزائري لحظة دخول الشاحنات التي تحمل استمارات بوتفليقة إلى مقر المجلس الدستوري. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.